مرة كنا طالعين مع الأستاذ رحلة والشباب كانوا جايين ويانا عشان نضحك نستانس في الرحلة. طالعنا رحلة تبع الغاز نشوف الآبار والأستاذ يقولنا لا تروحوا داخل. وربيعي واحد يعني يدزني حسب أروح داخل يقول لا تروح أخشى الأستاذ ديا نازعني وروح، والشباب يضحكوا والأستاذ يضحك وما أدري شو صرت يعني القصة حلوة. في مرة كنت جاي امتحن فما كنت مذاكر فقلت لأبوي بغيب، أبوي ما خلاني أغيب ف يعني جبالي أروح المدرسة. فرحت المدرسة وامتحان دي التخنين والأستاذ ما طايح عيده وأبوي جاي المدرسة وعصب علي. المهم اللي ما لازم مسويين فعاليات حق العودة للمدارس فأنا أبو إخواني وأهلي حتى بيشترون العودة للمدارس.